تشرفنا. أهلا بكم. نجومية مرسوم التجنيس تغلب مع دها من ملفات داخلية يليها ملف تأليف الحكومة ومن القاموس اللبناني الحافل بالعبارات الوسطية أو الإنقاذية اختير التريث في تنفيذ المرسوم بانتظار جلاء صورة التدقيق من قبل الأمن العام في الأسماء المجنسة بناء على طلب من رئاسة الجمهورية، وبين من يطالب بنسخة عن المرسوم ومن يرى في الضجة تصويبا على العهد، بقي المرسوم بجدوله أسيرة سرية. في الشق الحكومي غابت المعطيات والإشارات عن موعد التأليفة وحلت محلها المشاورات والاتصالات العلنية منها وتلك البعيدة عن الأضواء. من مرسوم التجنيس نبدأ هذه الحلقة، ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة المشرع الكبير النائب السابق أستاذ غسان مخيبر. أهلا وسهلا فيك حضرتك. وأيضا الباحث في القانون الدستوري البروفيسور خالد الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يعني طبعا مرسوم التجنيس اللي هو بعده الأولوية لم ينشر لغاية هذه اللحظة، ولم نعرف من هي الجهة التي يجب أن تسلم هذا المرسوم، حيث أحيلت هذه الدراسة إلى هيئة القضايا والاستشارات بوزارة العدل. أستاذ غسان، من هي الجهة المخولة يعني تسليم هذا المرسوم لطالبيه؟ وزارة الداخلية. نعم. وزارة الداخلية، لأنها هي الإدارة اللي بآخر المطاف يبدأ فيها عملية طلب التجنيس. أنا يقدم طلبات التجنيس إلى وزارة الداخلية مديرية الأحوال الشخصية، لأنه هذه من الطلبات التي يفترض ويمكن ترد في أي وقت. نعم. وهي الوزارة اللي مسؤولة عن تنفيذ هذا المرسوم. صحيح. وعن حفظه، وبالتالي بوضوح هي الإدارة المعنية بمنطق القانون حق الوصول للمعلومات، اللي بيقول بتعريف الإدارة دولة وإداراتها العامة هي مسؤولة عن إعطاء حق بالوصول إلى المعلومات. بس توقفني إذا بتسمحي لي بس. نعم. بمستهل كلمتك الأولوية، أنا برأيي نعم على أهمية هذا المرسوم، مش هو أولوية الدولة ولا هو أولوية الناس. يمكن هلأ بأسف أقول يمكن أولوية الناس صار بالفوتبول. نعم. بالمونديال، ومبسوطين تلفزيون لبنان حينقل المونديال. أولوية الدولة نصير في إعادة تكوين مؤسسات ما فيها مجلس وزراء، حل مشكلة النازحين، حل مشكلة اقتصادية. نعم هو مهم ولح نحكي فيه والمخالفات اللي رافقته، إنما من جهة بأسف بأنه هل قد سرق كل الأضواء عن المواضيع الأخرى. صح. لأن المواضيع الأخرى هي ذات أولوية بالإضافة لهذا الملف. والموضوع الثاني أنه تحول من المكان اللي لازم يكون النقاش فيه النقاش القانوني إلى شيء بالسياسي. صحيح. وتحول إلى شيء من التقنيص، يا على رئيس الجمهورية يا بالسياسي، اللي هو بما يبقى محق لكل شخص أنه ينتقد. كمان حور الحديث من القانون للسياسي إلى شيء صاروا يسموه رأي عام. ما عندي مانع بقضايا الرأي العام، بس سيد قضية الرأي العام بتنسي الموجب القانوني للإدارة وللسياسيين اللي اتنادتهم بيقولوا لا القانون قصة تانية حتى نحكي بالسياسة. فهذا شيء خطأ. نعم. لأنه اللي بيحكم علاقة العالم ببعضه والناس بالدولة هو الدستور والقانون. سيد بنبلش نحكي بالسياسة ما بنحكي بالقانون، الكل بيخطي، السياسيين والإدارة. نعم. نعم أستاذ غسان وأيضا بروفيسور خالد، يعني المرسوم لم ينشر، هناك وجهتان نظر، وجهة نظر تقول أنه مرسوم عادي اسمي لا وجوب لنشره، هناك وجهة نظر أخرى تقول هو مرسوم تطبيقي ووجب نشره بالجريدة الرسمية. برأيك هل هذا المرسوم كان يجب أن ينشر؟ شكرا لك. من حيث المبدأ، أنا ما سبق وأدلى به أستاذ غسان في بداية حديثه حول المطبخ المختص بإعداد هذا المرسوم هي وزارة الداخلية. نعم. بس بالواقع أنه عاملين ضجة كبيرة حول هالمرسوم هذا، يعني قرعت الطناجر مثل ما بيقولوا. بالنتيجة رئيس الجمهورية بموجب الصلاحيات المعطاة له بالدستور له حق أنه يجنس، يعني له حق يصدر مرسوم. ولكن ما حدا عم بيناقش بحق رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم. لا، هو بده يمضي. إذا ما مضى رئيس الجمهورية ما في، ما له مضمون للمرسوم. أي جهة كانت اللي قامت بإعداده يجب أن يوقعه رئيس الجمهورية. هلا رئيس الجمهورية بما لديه من صلاحيات في الدستور من حقه أن يصدر مرسوما للتجنيس لأسماء محددة هو بيختارها وفقا لمعايير يجب أن يلتزم بها
إلى حد ما، معايير وطنية، تقديم خدمات جولة للوطن، مسائل علمية إلى آخره. هذه المعايير ينص عليها القانون، هنا ربما الإشكالية التي وضحت. لا نحن بعد ما عرفنا من الأشخاص، يعني هو لم ينشر لغاية اليوم. أنا برأيي هذا المرسوم يجب أن ينشر، لأنه ليس من المستحب أن يبقى سريا، فلينشر، فلتعلن الأسماء إلى الناس. وهناك في مهاترة، مثل نعم المهاترات السياسية، مثل ما عمل الأستاذ غسان إنه قال شوفوا اللي عنده معلومات يخبر الأمن العام ويخبر الأجهزة الأمنية. ليش عم تفوتوا الناس بهالأمور هيدي؟ وفي كتير من الأسماء اللي وردت، اللي قيل أنها وردت، صدر من أصحابها المعنيين يعني ردود وتصاريح وإعلانات أنه من المعنيين نهائيا بهالمرسوم وأسماء مش وردة نهائيا. فبالتالي عم يحطوا هذا الموضوع بالسياق السياسي. وأنا اللي بقوله بهالموضوع تحديدا أنه يبدو هناك كثير من الأزمات على الساحة اللبنانية، كل ما بنغطوا أزمة بيطلعوا أزمة جديدة، كل ما بنغطوا أزمة بيغطوا أزمة جديدة. مثلا اليوم مين عم يحكي اليوم بقصة البنزين؟ محروقات بلبنان اليوم، يعني اليوم تنكت البنزين عم رح تشرف على 30,000، وفي وغيره 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 من الأزمات. أنا برأيي أنه يجب ضبطة هذا الموضوع ووضعه في أطر المؤسسات الدستورية والقانونية المولجة بمتابعته وبإصداره. أما نشره فيجب أن ينشر لكي يكون معلوما لدى الجميع، ومن حق الشعب اللبناني أن يعلم من هم هؤلاء الأشخاص الذين صدر مرسوم بتجنيسه. نعم أستاذ غسان، حضرتك مع وجهة نظر اللي بتقول بوجوب نشر هذا المرسوم في جريدة رسمية؟ الأستاذ تكلم من لهد الاستنساب، أنه يفيد أن ينشر. أنا بدفي أكيد يفيد أن ينشر، لأنه لو نشر ما كان صارت كل هالجلبة، ما كانت نشرت وتسربت أسماء وهيدا قال أنا لا مش مجنس وأنا مش معني، وهيدا قال إيه وهيدا لا وهيدا ليش قضية وطنية. يعني فعلا كل هالجلبة ما كانت حصلت لو نشر. هيدا من جهة الاستنساب النشر. بس السؤال حابب ينطرح أنه هل هو واجب النشر، أو هل هودي من المراسيم التي لا يجوز نشرها؟ عادية برأيي لازم نبلش نوضح للرأي العام، لأنه نحن على تلفزيون لبنان في شوية وقت إضافي. نعم. ونوضح للمسؤولين، لأنه لسوء الحظ في كتير من الأحيان المسؤولين لا يوضح لهم أو يوضح خطأ. واجباتنا أنه نقدر نعمل هذا التصويب بعد أنه صوبنا المسألة بين السياسي والقانون. أنا برأيي ما لازم يتصوب هذا الموضوع يعني بالسياسي إلا وقت نعرف. هلا مراسيم شخصية من وجهة نظري يجب نشرها بفعل موجب دستوري. نعم. ليش؟ أولا خلينا نبلش بالمفعول اللي أتى به قانون الحق بالوصول للمعلومات عام 2017، أرسى مبدأ أعتبره مبدأ من مبادئ العامة للقانون في لبنان، اللي المبدأ هو العلنية وموجب النشر، والاستثناء هو السرية. نعم. والاستثناء يجب أن يصير النص عنه حصرا وبمنطق المنع أو الحد الحصري والمكتوب بشكل كتير واضح. ما بيقدر واحد يستنتج السرية. نعم. يستنتج بالقانون علنية كل الأعمال. هذا من صدور القانون 2017، وهذه أهمية أن نحاول وصول المعلومات. اثنين، شو تأثيره على قصة المراسيم؟ في شيء لازم ينذكر، وين وارد قصة المراسيم مسميات المراسيم الفردية؟ ولا مطرح. وقت عملت البحث وجدت انه مكان مهضوم اللي بينظم كيفية نشر القوانين والمراسيم بمرسوم اشتراعي رقم 9 صادر عام 1936، وبتعريبه لأنه ورد بأصل فرنسي، تعريبه بالعربي مهضوم، بيقول على أن المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية فتصبح نافذة من تاريخ تبليغها. هذه المعنية بالمراسيم الفردية، لأنه بسميها المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية، مثل تعيين موظفين، لنكون عم نوضح من تعيين قرار فردي وقرار تنظيم. أولا القانون اللي هو المرسوم الاشتراعي أولا لا يمنع نشره، كل شيء بيقول امتى بتصير نافذه. وهو اصلا المرسوم الاشتراعي اخطا، وبيلفت لهذا الامر الدستوري الكبير ادمو رباط، لانه حتى من هيك الايام في مشاكل على تطبيقه. وبقول ادمو رباط بكتابه، جبت خلاصه عن اللي عم بقوله، بيقول ادمو رباط انه درجه الحكومات على عدم نشر مراسيم التجنيس
ومراسيم منح العفو تما يدخلوا بمتاهات علنية تيفسروا ليش عطيوا جنسية وليش منحوا العفو. نعم. وبالتالي لتحاشي المشاكل السياسية كانوا درجوا على أن لا تنشر هذه المراسيم الفردية، وهو برأيه لازم تنشر. إدمو رباط عم يحكيك بكتاب كان نشره عام 1982 لممارسة قديمة تعود إلى زمن الانتداب الفرنسي. نعم. من نشأة الدستور اللبناني. إنما شو تغير بعد 1982؟ لحظة، تعدل الدستور، تعدل الدستور بموجب اتفاق الطائف 92. شو دخل بالدستور؟ دخل شيء لازم يلفت النظر له، يلفت النظر القانونيين له، وحتى القانونيين ما بينتبهوا له. مادة 51 ومادة 56 من الدستور اللي تعنى بصلاحية رئيس الجمهورية بإصدار القوانين والمراسيم وبنشرها، كان الدستور 26 كان يخلط بين إصدار القوانين والمراسيم ونشرها. كان الدستور يقول بس النشر. إجا الدستور الجديد صحح هالمفاهيم ورجع أوضح بالنسبة للقوانين وبالنسبة للمراسيم، أصبح النص بقول وهو أي رئيس الجمهورية يصدر المراسيم ويطلب نشرها. نعم. يعني ما عادت برأيي هون إن كان للقوانين وللمراسيم اعتمد الدستور نفس الصيغة، وبالتالي أصبحت المراسيم بكل أنواعها إن كانت فردية شخصية أو تنظيمية فهي واجبة النشر، سيما وأنه بتفتح جريدة رسمية أي جريدة رسمية بتشوف فيها عشرات المراسيم الفردية. في كتير مراسيم نعم فردية تنشر. واليوم كنت بالهيئة المشرفة على الانتخابات والتقيت بالعضو الجديد المعين بالهيئة ممثل المجتمع المدني بحيي دكتور القاق، وقال لي انه تعين مؤخرا. قلت له صدر تعينه بمرسوم. بمرسوم، فمرسوم ونشر الجريدة الرسمية. مش منا خارج عن المألوف. المراسيم اللي بتصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص اللي تسمى المراسيم الجمهورية، بعكس المراسيم التي تصدر بمجلس الوزراء، هذه مراسيم في عددها كبير جدا. نعم. في كتير مراسيم جمهورية بتصدر مش بس للتجنيس، والكثير منها إذا مش كثير منها ما بدي أقول كلها، كثير منها ينشر. وبالتالي ليش تنشر أو ليش ما تنشر؟ بكل بساطة دعوة لكل المسؤولين الإداريين، إلى فخامة الرئيس، إلى رئيس الحكومة، إلى وزير الداخلية، في هذه الحالة وفي كل الحالات جميع المراسيم يجب أن تنشر كلها، إن كانت فردية أو مثل ما بقول القانون لا تختص بجمهور الرعية. إذا بتختص بجمهور الرعية أو ما بتختص بجمهور الرعية، لأن هذه المراسيم عندها تأثير على الناس. طبعا مثلا بكرة بنفس المنطق مثل ما كان عم بقول إدمو رباط، إذا لا سمح الله صدر مرسوم عفو عن مجرم بيخلق إشكال. طبعا. إذا هيدا صدر فحق الناس إنها تعمل ردة فعل، حق الناس تعرف إذا مستوفي الشروط مش مستوفي الشروط إلى ما هنالك. وبالتالي النشر هو الخطوة الأولى لحق الناس بالوصول للمعلومات. نعم. النشر هو الطريقة الأنسب والأبسط والأسهل، ودعوة إلى نشر كل شيء بالجريدة الرسمية، كل المراسيم، وهيدي بيكون أول خطوة واحد بيقدر يتعلمها من المرحلة اللي مرقناها هلا، وترجع تتصوب الأمور من الناحية القانونية والدستورية قبل ما تتصور من ناحية السياسية والاستنسابية. نعم بالاستنساب لكل الأسباب، ما هو القانون ليش بينص على النشر؟ تتعملي تتجعلي من عمل الإدارة شفاف. كل شيء ما بيكون شفاف بيخلق شك حياله. لا طبعا. لا عم بتخبوه. هي بينه كل شيء. وفعلا مثل ما قال الأستاذ، ما هو من صلب صلاحية فخامة رئيس الجمهورية. طبعاً. ومنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية مسحيين، عم بقولوا على رأس السطح هيدي من صلاحياتنا وهودي مستحقين كتير منيح، بس لازم يتبين هل مستحقين مزبوط، وهيدا حق الناس مش بس سياسيين انه يراقبوها.
نعم نعم بروفيسور خالد الخير، يعني مثل ما عم بيقول عم يستند لا أول شيء بضرورة معرفة كل شخص من حق الوصول إلى المعلومات لأي معلومة وأي مستند، ولكن كمان بعهد الرئيس ميشيل سليمان حصل مرسوم تجنيس ولم ينشر في الجريدة الرسمية. سؤالي، بالعام 94 صدر مرسوم تجنيس كثير كبير، عندها مجلس الشورى الدولي رفض من قبل النواب المراجعات، اعتبر هناك انتفاء للصفة. اليوم برأيك مجلس الشورى الدولي في حال تقدم النواب الطعن قد يعيد نفس الاجتهاد؟ بس خليني أنا بدي أعلق شوي على كلام الأستاذ غسان فيما يتعلق بمرسوم التجنيس، لأنه نظرا للدوشة اللي أخذها، إذا بدنا نفوت بفلسفة هذا العمل اللي تضمنه هذا المرسوم، هو عمل صادر عن رئيس الجمهورية بعرض من وزارة الداخلية ضمن المؤسسات الملجة بهالموضوع. طبعا أعطاء الجنسية لا تكون لأي كان، أعطاء الجنسية يجب أن تكون لشخص محط فخر واعتزاز وإلى آخره، بنص عليها القانون، شروط بنص عليها القانون، وهي المعايير. يعني المعايير لما بده يصدر هيك مرسوم بده يكون الشخص اللي منح الجنسية بموجب هذا المرسوم محط فخر واعتزاز واحترام وشكر وامتنان. فطالما هو ضمن هالمعايير هيدي الشكر والامتنان والفخر والاعتزاز، ليش ما ينشروا مثل ما بيقول الغسان ويكون الناس كلها على علم بهذه الاسماء؟ لكن ماذا على الاسماء الذي قيل انها على ارتباط بالنظام السوري؟ يعني هي خلقت هالاسماء او يعني نحن سمعنا ما هو هذا الغموض اللي انحكى فيه الموضوع، ادى الى انه بعض الناس، بعض وسائل الاتصال الاجتماعي، بعض الاعلاميين، بعض المستفيدين اذا بدك، بعض اللي بدهم يقوسوا ويانصوا على العهد وعلى رئيس الجمهوريه. نعم. وعلى يمكن سمحوا لهم ان يفوتوا بهالاطار هيدا. لو نشر المرسوم واعلنت الاسماء واعلنت الاسباب الموجبه لمنح مثل لإصدار هذا المرسوم، انا باعتقادي كان النقاش انحصر باضيق مساحه ممكنه. صحيح. في هذا الاطار. هلا فيما يتعلق بسؤالك يا سيدتي، انه هلا من حيث النشر انا بايده 100% مثل ما سبق قلت النشر، لانه هذا بالنتيجه في سلطه، هو رئيس الجمهوريه كيف عم ينزل المرسوم باسم شو؟ مش باسمه الشخصي، باسم السلطه التي يمثلها، باسم الصلاحيات التي منحها اياها الدستور. نفس الشيء اذا سلطه ثانيه بدها تراقبه شو عم بيعمل كمان باسم السلطه، مش عم يقوم بعمل فردي هو. من فيما يتعلق بموضوع الطعن امام مجلس الشورى الدولي، بالفعل بال 94 رد طعن امام مجلس الشورى الدولي لعدم توفر الصفه، وانا باعتقادي هلا اذا النواب بدهم يرجعوا يتقدموا بنفس الـ المراجعه قدام مجلس الشورى الدولي كمان رح يكون نتيجته الرد. بس سنه ال 94 قبل بال 94 الرابطه المارونيه عندها تقدمت ولكن النواب رفض قبل قبل من الرابطه المارونيه. رئيس الشورى الدولي قبل الصفة والمصلحة، قبل من الرابطة المارونية، ولكن من النواب لم يقبل. من الرابطة المارونية نحن عم نحكي عن النواب، عم نحكي من الرابطة المارونية، قبل من الرابطة المارونية، بس النواب وقتها تقدم ورفض لانتفاء الصفة. في حالة أخرى ما بدنا ندخل بجدل، لأن هيدا سؤالك بيطرح تساؤل حول مدى قبول مثل هذا الطعن من النواب أو من غير النواب، لأن بيقدر يكون في مؤسسات أخرى تطعن يتوفر عندها الصفة والمصلحة. مشكلة صفة المصلحة بمجلس الشورى الدولي في اجتهاد. نعم. واجتهادات مضادة. نعم. يعني بذكر حتى فخامة رئيس الجمهورية عماد ميشيل عونت كان نايب، تقدم بطعم ضد مرسوم تنظيمي بأحد مخيمات الشمال بطرابلس، لأنه كان تنظيمه يؤدي إلى ضرر معين بمركز حفريات أركيولوجية، وقبلت صفته ومصلحته وأبطل، علق مجلس الشورى الدولي أوقف تنفيذ المرسوم بهذا الوقت. فإذا ما في يعني بمجلس في اجتهادات. هلا أنا بتأمل وين الشيء العجيب اللي عم بيصير، إنه بيصدر مبارح عن مديري العام للأمن العام مشكورين إنه طيب أحاله لتدقيق إضافي، بس بيطلع مبارح مديري عام للأمن العام اللي عنده ملاحظة حول أي اسم يعطينا معلومة، وضع خط ساخن وبريد إلكتروني، خط ساخن بس وين الأسماء؟ بدك تعطي رأي وين الأسماء؟ والشيء الشبيه بهالعلاقة هالعمل العجيب بالسياسة وبالقانون، إنه بدك يعني حط ملاحظات على مرسوم لم يعلن. العجيب الآخر إنه روحوا طعنوا، ومعروف إنه الطعن بمجلس الشورى الدولي في تساؤلات تبدأ ولا تنتهي بالصفة والمصلحة. صحيح. مش بس من النواب، مين قادر عنده؟ لأنه اجتهاد مجلس الشورى الدولي
بيعتبر أنه ما يسمى بالمراجعة الشعبية لا تقبل. مراجعة الشعبية إذا معها واحد أنه شو يعني صفة ومصلحة؟ عنده صفة ومصلحة مباشرة، أنه اللي بده يقدم طعام متضرر مباشر، يكون يعني متضرر مباشر هو شخصيا. مثلا يكون هو تقدم بطلب تجنيس وما ورد اسمه بالمرسوم، هيدا بيكون عنده صفة ومصلحة. لكن فيني أعتبر نفسي متضررة كمواطنة من المرسوم؟ ما هو هيدا مجلس الشورى الدولي باجتهاد مستمر بيعتبر أنه المواطن اللي بيقدر يتضرر. مثلا أنا قدمت مراجعة مع صديقنا الوزير السابق شرب النحاس بموضوع الضريبة، طعنا لإبطال الأعمال الإدارية المرتبطة بغياب وجود الموازنة العامة، لأنه بغياب الموازنة العامة كل جباية وكل إنفاق مخالف للدستور. نعم صحيح. قدمنا بهذه المراجعة لمجلس الشورى الدولي أنا بصفتي نائب ومكلف، أنا نائب نفس الوقت أنا أكلف بالضريبة لأنه يحسب من مرتباتي ضريبة، وقلت هذه الدولة ما لها حق تجبي مني ضريبة لأنه ما في موازنة، واعتبرنا بهذا السبب أنه لأني متضرر ولأني مكلف يحق لي الطعن لإبطال بهذا المرسوم. ردلنا مجلس شورى الدولة الطعن على أساس اجتهاده المستقر بانتفاء الصفة والمصلحة، لأنه الدعاوى الشعبية المراجعة الشعبية لا تقوم، أنه هيدي بمثابة المراجعة الشعبية. ما بدنا نعقد كثير على المشاهدين، بس مفيد ينعرف أنه الرد على من يثير الاعتراض أنه روحوا عمل الشورى الدولة هذا لا يكفي. يجب المعالجة كما يحصل الآن، المعالجة الصحيحة، يعطى الحق بالاطلاع ويعاد النظر بالطلبات، وأخطر ما فيها أخطر ما فيها اللي حصل سنة 94 بكل المراسيم الشخصية الفردية هو مشكلة اللي عم ينحكى. عم أدير لك شغلة هلأ بعد ما قالي فضل. ما حدا قال بكل الاعتراضات، لأنه بعد ما اطلعنا على المرسوم، هل أنه كل حالة معللة؟ هل في تعليل لكل حالة؟ وعلى سيرة تفضلت أنتوا لخدمات جلة التجنيس، مش صحيح. مزبوط قانون الجنسية ما بيحصر حالات التجنيس بال بيحكي عن الإقامة لخمس سنين مصر. الحالة الثالثة هي تأدي للبنان خدمات ذات شأن، هذه الخدمات ذات شأن، وشو بيردف النص بقول ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الأسباب، قبوله مفصل الأسباب عن كل حالة عن كل حالة. نعم. وهيدا عيب من عيوب مرسوم 94. نعم. ومرسوم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اللي أخده بآخر عهده، ما فيك تعمل مرسوم تجنيس، وهيدا من الأخطاء المتكررة. لسبعة بقول يجب لفت النظر، يعني في مقاربتين، يا منستعمل هالمشكل منبر للتقنيص على رئيس الجمهورية. نعم. لأنه حتى عم بيقنص رئيس الجمهورية، مش عم يحكي لا عن رئيس حكومة ولا عن وزير الداخلية. صحيح. اثنينتهم عنده مسؤولية أكبر، أنه هن بيحضروا الملف بيبدأ بوزارة الداخلية. صحيح. اللي هي بتحقق، مش دوار رئيس الجمهورية، وإن كانت من صلاحيات رئيس الجمهورية، بس في تقنيص بالسياسة. هيدا حطيه على جنب، اللي صار في كتير كلام عنه بالسياسة ما بدي يكرره هلا. على فرض أنه لازم نرد الكلام بالقانون، ما لازم رجعت صححي مجموعة من الأخطاء المتراكمة والمتكررة. قلت لك أنه عدم نشر المراسيم هيدا موجود من تأسيس دولة لبنان الكبير من عام 1926، في خطأ يتكرر، ساعة مننشر ساعة ما مننشر. والدستور الجديد وقانون الحق بالوصول للمعلومات مناسبة، وكلامي هلأ على تلفزيون لبنان مناسبة لدعوة فخامة الرئيس، دعوة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لممارسة جديدة مختلفة. هذا اللي بيفيد بناء الدولة. اللي بيفيد بناء الدولة كمان انك تقولي بالمراسيم الفردية، لا سيما بالجنسية، لانه مزبوط اللي عم بيقولوه فخامة الرئيس، دولة رئيس الحكومة، وهيدي من صلاحياتهم. الصلاحيات تمارس وفق القانون. القانون بيقول يجب ان يكون قبوله، اي قبول الاجنبي في الجنسية اللبنانية، بموجب قرار مفصل للأسباب. تعرفي شو بيكمل قانون الحق والوصول للمعلومات شو بيقول؟ أنه كمان قانون الحق والوصول للمعلومات
بمواد يمكن كتار من القانونيين ما قريوا. نعم. أنا بدعي الناس تقرأ هذا القانون، لا يعني بس الحق بالوصول المعلومات. هذا القانون اللي صادر عام 2017 وأنا تبعته من نشأته 2006. صحيح. تبعته لصار قانون. بالمادة 7 منه بيخلق بالفصل الثاني موجب نشر الحكم، بالفصل الثالث بيحكي عن شيء جديد بالقانون. شيء جديد موجب تعليل القرارات الإدارية. هذا التنظيم ما كان موجود قبل 2017. نعم. شو بقول؟ بالمادة 11 على الإدارة أن تعلل القرارات الإدارية غير التنظيمية. ونحن بقرار تجنيس أو بالعفو العام أو غيره، بالقرارات الإدارية غير التنظيمية. على الإدارة أن تعلل القرارات الإدارية غير التنظيمية، وهذا اللي قريت لك إياه بقانون جنسية. نعم. لهون موجود. شو الجديد بضيفه؟ أنه الحق وصول المعلومات. شو الجديد دكتور؟ هذا حذر تحت طائلة الإبطال. نعم. هذا القانون اللبناني بيقول أنه إذا ما علل يبطل. نعم. مش أنه هيك بننسى ونكمل. يعني هذا معطى جديد بيكمل على أن يكون التعليل الخطي يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار، وأن يكون موقعا من قبل المرجع الذي أصدره، وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه. نعم. هيدي بالنسبة لكل القرارات. وبالتالي المشكلة قبل ما نوصل إذا نعم من صلاحية فخامة الرئيس ياخذها المرسوم، نعم الباب الدعوي للجنسية اللبنانية لم يقفل، نعم من هذه الصلاحية أن تتخذ وهي خاضعة لرقابة كل الناس وما حدا بيقدر يدخل فيها بس للحرتقة. نعم. إنما بمنطق بناء هذه الدولة المرتجات اللي قائمة على الحق والقانون، رجاء طبقوا القوانين. وهذا القانون بالذات كان قانون جنسية يفترض التعليل ودعوة، مش بس تيصير تحقيق ولو متأخر أمني. نعم. إنه هلا شو عم بيصير؟ تحقيقات أمنية، شو بيقدر يعمل الأمن العام إذا في مخالفة، في تدقيق من الأمن العام. بس الاستنساب، وهو استنساب، هو يجب أن يكون معللا يفسر مثلا إذا كان مثل ما بقول القانون هذا الشخص أدى للبنان خدمات ذات شأن، بده ينقال شو هي الخدمات ذات شأن. مثل هذا الشخص بفرنسا، إذا بتتذكروا من أسبوعين الرئيس الفرنسي منح جنسية فرنسية لعامل أفريقي بيشتغل بال أنقذ طفل. أنقذ طفل. هاي خدمات فيك تسميها خدمة ذات شأن للمجتمع. قال له برافو انت عملت شغل رائع، بدي امنحك جنسية الفرنسية. ما حدا قال شيء. نعم. ولكن ما حدا قال في توصيل افريقي. نعم. ولكن بالمرات السابقه ما تم تعليل. اذا سمحت استاذ غسان، انت عم تقيد هون، عم تقيد صلاحيات رئيس الجمهوريه بانك تحصره كله بكلمه واحده ذات شان. نحن قلنا ذات شان، خدمات جوله، كل هيدي بتندرج تحت اطار ذات شان. دكتور، يعني يعود بالمنفعه الى الجمهوريه. انا مش الى الدوله. انا مش عم بحصر شيء، عم بقرا القانون. لا بس هيدي كلمه ذو شان ممكن انه تترجم بأنه قدم خدمات جلة، عمل إنجاز علمي، عمل إنجاز دكتور سيد الكريم. عم بقول لك أما من حيث الحيثيات هذا حق 100% بده، بس عم ذكر بالنص. لا أنا ما عم نص، مش ضده. بالعكس هلا بس عم لك النص. أنا سمعتك عم تقول أنه نحن قلنا بده التعليل، قلنا خدمات جلة. أنت حصرتها بس بكلمة، ما حصرتها، بس حبيت أني أوضح الكلمة. دكتور أنا بتعرف مثل قصة نعرفها من أيام ما كنا بالمدرسة، فليسقط واحد من فوق. أيام الرأي العام والإعلام مفيد يرجع للنص الأصلي، أنه يعني بالعودة إلى الجذور القانونية واحد يرتاح. عندما بتم الفصل بين السياسة والقانون بعد ما تكون فليسقط واحد من فوق، تعرفيها النكتة اللي كان بالمظاهرة على رأس المظاهرة كما فليسقط وعد بلفور، آخر المظاهر صار فليسقط واحد من فوق. القانون بيقول خدمات ذات شأن، بيرجع القانون بيوضح يمكن ان تعتبر خدمات. خلينا اتفق هناك بس عشان نرجع معيار واحد بس، كلمه خدمات ذات شان تقدر شو ما فيها شو ما بدك. ايه؟ بس هذا 100%. لهيك عم برجع بقول من صلاحيه فخامه الرئيس انه ياخذ القرار بيناسبه. اعطيت مثل هيدا الشاب الافريقي بينقذ طفل، بينقذ طفل قبل ما تابع رئيس جمهوريه فرنسا، اعتبره اهل. بس بدي زيد شغلتين اللي كمان بيفتحوا مجالات مناقشه اخرى. في حالتين بالقانون اللي بيفتحوا مجال بس
لا تستعمل، كل أجنبي بيسكن أكثر من 5 سنوات بحاله جنسية طبعاً بالقانون، وكل زوجة لبنانية، كل زوجة لبنانية بتتزوج من أجنبي وبيقعد بلبنان إقامة دائمة أكثر من سنة بيطلع له جنسية. نعم نعم. فبالتالي إذا بترجع لقانون جنسية في حقوق لا تستعمل يعني. بس أستاذ غسان نحن هلا على قانون، نحن على عمل تشريعي. هذا القانون لا 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 مش عم بقول عمل جنسية. تشريعي وقت بقول من عند المستحقين من يعني من يستحق الجنسية صح. ما في نقاش داير طويل عريض بالبلد. طيب يتفضلوا يطالبوا هال ما هن عم بيطالبوا عم بيطالبوا. ما فيك تقول كل شخص سكن 5 سنوات بلبنان حتى مع القيود الموجودة بالدستور لمنع التوطين. نعم رح نكمل معنا أيضا لحديث ورأسنا بهالموضوع. موضوع التجنيس بلبنان موضوع يمتد إلى زوايا طائفية ومذهبية ونظام سياسي وأقليمي لأنه مرفوض لأنه مرفوض عم بقول لأنه مرفوض. حابب أرجع أذكر بشيء إضافي، اتفاق الطائف نص على وجوب صياغة قانون جديد للجنسية. نعم. لأنه بيعرف أنه في إشكالات ما حدا بيقدر ينظم هالأمور ويريح اللبنانيين إلا قانون واضح إلا قانون جديد للجنسية طبعاً. ولأنه عم نجرب نطلع بنقاشنا شيء مختلف عن السجال السجال السياسي القائم تنطلع بشيء مفيد لبناء الدولة. هيدا اللي عم جرب بنقاشي معك ومع الدكتور إننا نقدر نركز نعم. عليه. نعم أستاذ غسان رح نكفي بروفيسور خالد الخير رح نكفي بهيدا النقاش ولكن بعد فاصل قصير تابعونا. أهلا بكم مجددا، نكمل هذا النقاش القانوني والدستوري مع المشرع الأستاذ غسان مخيبر ومع أيضا البروفيسور الباحث في القانون الدستوري البروفيسور خالد الخير. أهلا وسهلا فيكم مجددا. كنا عم نحكي قبل البريك من هي الجهة اليوم في حال الكتل النيابية قررت المضي بالطعن، من هي يعني هل سيرفض مجلس شورى الدولة ويتمسك باجتهاده القديم برأيك؟ أنا بس بقول شيء، أول شيء ينشر المرسوم، خلينا نشوف المرسوم شو هو. نعم. لأنه هو المراجعة قدام الشورى الدولة تستلزم أمرين، أن يكون القرار هو نافذ وضار. هلأ نافذ بدنا نفذ هو بس نخلينا شوية نفهمه، ضار بدنا نشوف من الجهات المتضررة منها بدها تأمن لنفس الصفة والمصلحة وتقدم بهالمراجعة. بس أنا بعطيك من آخرها، أستاذ غسان قال أنه في اجتهادين، في اجتهاد مرة قبل مجلس الشورى الدولي ومرة رفض. أنا بقول سيرفض مجلس الشورى الدولي هذه المراجعة في حال قدمت طعنا بمرسوم التجنيس. لماذا لا يعتبر النائب متضرر كونه يمثل الشعب ولديه وكالة من الشعب؟ بلى بلى، بس أنا برأيي الشخصي وكما أرى الأمور أن هذه المراجعة إذا في حال قدمت إلى مجلس شورى الدولة سيكون مصيرها الرد. نعم. ولن يؤخذ بهذه المراجعة. يمكن رأي الأستاذ غسان. ليك أنا بتمنى قبل ما نكون بمنطق الطعن، لأنه أدلت برأيي ما بدي أرجع، بيقدر طبعا مجلس شورى الدولة يروح بمنحه أو بآخر باجتهاده. أنا بتمنى لمجلس شورى الدولة يوسع إطار اجتهاده تسهل مراجعات مش بهاي الحالة بالذات بس بكل الحالات مشابهة. صحيح. لأنه في غير إشياء مرة تانية عم نحكي نحن لمنطق بمنطق بناء الدولة مش عم نحكي بمنطق نعم. التشفي. بس دعوة صادقة لفخامة رئيس الجمهورية لتصويب الأمور يعني نعم. إذا كان في من شوائب وهذا اللي عم يحصل هلأ يرجع النظر فيها وبشكل خاص ينعمل تعليل لكل حالة، لأنه بمراسيم أخرى ما لازم تكون بالمنطقة اللي عم ينحكى فيه. وأنا بأيده فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وزير الداخلية عم بيقولوا ما عملنا شيء غلط، حقنا نمنح الجنسية صلاحيتنا. حتى بعض المعترضين عم بيقولوا حقكم تاخذوا هالمرسوم بس بينوا لنا ليش. بهيدا المنطق مضروري نجمع 400 اسم تنصدرهم بمرسوم. المراسيم الإفرادية بتقدر تصدر اسم اسم صح. بيقدر يصدر كل جمعة يمكن 1 أو 2 أو 10 بس ينشروا ويكون في تعليل تعليل كافي ونحط آلية صحيحة وواضحة معايير طبعا. هذا اللي بيحتاج برأيي لا بالنظر لما ورد باتفاق الطائف وبالنظر للحاجة اللي عم ببينها التجربة انه مجلس نيابي ينكب على صياغة قانون جديد للجنسية اللي يفترض طبعاً. ان يتضمن احكام خاصة بتجنيس اولاد ازواج اللبنانيات. قبل ما ننتقل لهذا الموضوع اليوم في حال المرسوم ثبت فعلا ان هناك اسماء فلسطينيه، الا يعتبر الموضوع مخالف للدستور؟ شيء سيدتي ما في فلسطينيين تجنسوا بمراسم سابقه يعني؟
ولكن حصول المخالفة سابقا لا يعني تكرارها. بغض النظر غير دستورية، وهلأ كمان في كثير ناس عم بيقولوا أنه هذا المرسوم يعني حصول الخطأ لا يعني تكراره. بس أنا بدي أقول شغل، خلينا نركز على شغل فيما يتعلق بالفلسطينيين تحديدا. أنا برأيي انسجام مع القرار 194، أنا مش مع تجنيس أي فلسطيني في الدولة اللبنانية، لأنه إيه من حق العودة هدول، يجب ويجب أن نكون إلى جانبهم في الصغيرة والكبيرة من أجل عودتهم. هلأ هذه ممكن غير ممكن، هذا موضوع بقى قابل للنقاش مع الأجيال الجاية كمان السوريين، كمان نحن عم نقول برفض التوطين. أما أنا بدي أقول شغلي، بما أنه هذه الصلاحية أعطيت إلى الرئيس بموجب الدستور، يعني مش أنه ما حدا مختلف على صلاحية رئيس الجمهورية. أنا برأيي إيه من ممكن أنه يتجنس فلسطيني، وين الإشكالية إذا اصطدر وفقا للأصول وبمعايير دستورية؟ ما بنكون عم نخالف الدستور يلي حكي عن رفض التوطين؟ لا انتبه هون، معقول أنا هو من حيث المبدأ يجب احترام القرار 194، لأنه القرار 194 هو قرار دولي، والدستور بعد اتفاق طرف الرسمي بيعرف أنه أكد على عدم التوطين نهائيا. بس اذا كان شخص استحوذ على معايير مثل ما سبق وورد بالنص، او مثل ما قلنا نحن نرجع للتعليل بالضبط، انه اذا علل وفقا للاصول وفقا للاصول واستوضحت الاسباب وبرزت الاسباب، فليكن وين الاشكاليه؟ يعني الشخص ما بيقدر يحمل جنسيتين بيقدر عندنا بموجب القانون اللبناني؟ خليني اقول لك انه انا اثق بحرص رئيس الجمهوريه على رفض التوطين، اذا كان في من احد حريص أكثر من أي ناس على رفض التوطين للفلسطينيين والسوريين ولأي جماعات، لأن التوطين وتجنيس جماعات كبيرة أكيد طبعاً، فهو رئيس الجمهورية، ما عندي قلق لهذه الناحية. بالقانون نعم بتثير نقاش إذا كان التوطين يعني تجنيس جماعات أو يعني تجنيس أفراد، بس بيقدر يتناقش. مرة تانية واحد يطلع الأخطاء السابقة، ونحن كنت وأنا شخصياً من اللي عيطوا على الأخطاء السابقة، يعني مرسوم ال 94 كان مخالف للدستور طبعا ومخالف للقانون للمعايير اللي عم ذكر فيها اليوم، يعني مش انه قبل سكتنا وهلا عم نحكي، في ناس كانت ساكته وهلا عم تحكي، يعني هودي بالسياسه بنقدر نقول. وهذا اللي بيرجع بثير ريبه بالحرته السياسيه، انه في عندك كان من المعترضين كانوا مصفقين لمرسوم التجنيس ال 94 أو ما قالوا شيء بمرسوم اللي صدع أيام الرئيس سليمان، وهلأ عم بيقولوا عظيم. عودة عن الخطأ فضيلة، بس ما تنسوا أنه واحد بده يكون كونسيستان، في ثبات بموقفه. شخصياً وحتى فخامة الرئيس كنا من المعترضين على مرسوم تجنيس الـ 94، بس عم نلفت النظر في مسائل بالشكل يجب أن تراعى. نعم والخطأ كان بشكل رئيسي هلأ بالشكل، انه لم تراعى شفافية العمل، لم يراعى التعليل، ما بتقدري انت تبحثي اذا كان مستأهل او غير مستأهل للجنسية اذا ما تعلل، اذا ورد لك اسم مش بدك تعرفي. يعني جرأة رئيس الجمهورية بإحالة الملف للأمن العام بتعني دعوة للعودة بداية اعادة كتابة هذا المرسوم بشكل صحيح، يعني بالاضافة لما حصل من اعادة تقييم امني بواسطة الأمن العام، مثل ما عملوا هذا التقييم يرجع يصير في تعليل مثل ما بنص القانون لكل حالة من الحالات، ساعتها القانون بيكون سليم. نعم ضيوفنا الكرام، أنا يعني أنا برأيي هيدي، معلش اسمحوا لي فيها، هيدي اسمها تمرئة أو يعني نوع من الإلهاء للناس. نعم إنه والله نحن بعدنا الأمن العام، طيب هل يجوز توقيع مرسوم قبل الوقوف على أدق المعلومات المتصلة بهالأشخاص اللي هن مجنسين؟ انه كان هذا يفترض قبل توقيع المرسوم وقبل درس المرسوم ان يكون ملف هؤلاء كلهم بكل معطياته امام من له الصلاحيه بان يصدر مرسوم الداخليه ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه، ومن ثم يصدر مرسوم، مش والله بيصدر مرسوم بوقعه وبعدين ببعثوا يا استاذ غسان على الامن العام انه شوفوا لي اذا في شيء. انا بوافق، بس بتعرفي وين صار الخطا هون؟ مشكله في في شهاده في عم بيقول وزير الداخليه، اذا بدي اتكل على قاله وزير الداخليه. صحيح وزير الداخليه قال انه اخذ راي ثلاث جهات امنيه، صحيح انتربول، جهاز المعلومات بالفعل والنشره والنشره القضائيه، رجعوا انتبهوا او ما انتبهوا انه الامن العام والجهاز الاول للنظر بكل شيء بيتعلق بالاجانب، وهون خطا اداري، ما بيقدر وزاره الداخليه تاخذ راي هودي الثلاثه وما تاخذ راي المدير العام للامن العام. استلحقوا القصه مأخر، بس هيدي حتغلق اشكال جديد. تمام لانه اذا بده يعيدوا النظر بالمرسوم اقر هلا الحكومه تصريف اعمال،
نعم بتدرك كيف بده يعيدوا النظر فيه؟ وزير داخليه ورئيس الحكومه ما عنده صلاحيه يوقعوا شيء. قلت لي في اشكال دستوري هلا. اعاده النظر بالمرسوم برايي اذا صدر بمعنى اذا صار في عليه 3 توقيع تعديله هلا تعديله بده حكومة جديدة. قلت لي بده حكومه جديده طبعا. من اللي بده يروح حكومة جديدة حقيقة دعوتي انه يصير في تعليل. نعم. تعليل بيركز للي بده يوقع على المرسوم اذا فعلا هيدا الاسم مستحق وهو لمصلحة الدولة وانتظام الدولة نظام القانون فيه. نعم بالدقائق القليلة المتبقية بدي انتقل لموضوع تاني. يعني وزارة الخارجية كانت سلمت المفوضية اللاجئين رسالة طلبت منها تحدد الإجراءات الواجبة لعودة النازحين إلى المناطق الآمنة. اليوم مثل ما بنعرف في هيدا الجدل المجتمع الدولي يتكلم عن العودة الطوعية ونحن نتكلم عن العودة الآمنة. لبنان لم يوقع اتفاقية 51. اليوم كيف هو وضعنا القانوني بموضوع إعادة النازحين السوريين؟ سؤال لمين؟ حضرتك تفضل. أنا أقول بالعودة الطوعية الآمنة لأنه هيدي المفردات عم تعتمدها الدولة اللبنانية ولكن لا تعتمدها الأمم المتحدة. لا ما هالسبب نحن بخلاف مع الأمم المتحدة مش بس صحيح. مع الأمم المتحدة بس مع شبه العالم كله لأنه ما بيكفي القانون. عم العالم والأمم المتحدة عم يعطوا حوافز للسوريين تيبقوا بلبنان لبل عم يعطوا حوافز تيظهروا سوريين من سوريا ويقعدوا بلبنان. نعم هيدي مشكلتنا مع المجتمع الدولي. هن بمنطق ابقاء السوريين في لبنان الى ما شاء الله الى ان يصير الحل السياسي الشامل في سوريا وهذا مرفوض من لبنان. بينما الموقف اللبناني اللي عليه يرجع يتبلور بخطه استراتيجيه وخطه عمل هو برفض الربط ما بين الحل السياسي النهائي بسوريا وبقائهم بلبنان. يجب ان يعودوا نعم. وينعطى حوافز ماليه واداريه وقانونيه لعودتهم الامنه نعم والطوعيه لانه ما حتحطي له الفرد براسه. اكيد بروفيسور يعني اليوم لبنان ما نوقع على الاتفاقيه منا يعني بس انا بقول بصراحه مدخل اتحفظ على هذا الموضوع نعم وخاصه بجزء من حديث استاذ غسان. سبق انا وهالحديث ناقشته هون على البلاتو من 3 سنين وقلت هذا الموضوع بيتعلق بالسيدي بيتعلق بالامن الاجتماعي بالامن الغذائي بالامن نعم. في عندنا مشكله بلبنان اليوم واليوم اوروبا تحديدا والعالم كله مثل ما قال الاستاذ غسان مستعدين يقدموا الغالي والنفيس بسبيل ابقاء السوريين في لبنان. صح. حتى مجيء السوريين من خارج لبنان مش من ضروري من سوريا من المانيا ومن اوروبا ويجوا يقعدوا بلبنان وهذا انحكى هذا الموضوع انفضح يعني انحكى بمؤتمرات دوليه وعلمت السقوف الماليه التي عرضت على لبنان لابقاء السوريين في لبنان. هذا موضوع ما هيك بنحل. انا الامم المتحده مش مستعد اني انفذ لها قرارها اذا شيء بمس بسيادتي وبامني الداخلي الذاتي المجتمعي. هذا موضوع تتفضل الحكومه اللبنانيه نسي. مع الحكومه السوريه نسي. اما مباشره او مدوره بتقيم لجنه لهالموضوع بتدرس ارض الواقع السوري شو في اليوم اي منطقه سوريه امنه كل سوري بلبنان ينتمي الى هذه المنطقه ينقل اليها شاء ام ابى. نعم. شاء ام ابى في عندنا سلطات بتنفذ هيك قرارات. اما ان نبقى الامم المتحده بدها او ما بدها مثل ما قال عوده طوعيه وغير عوده طوعيه انا من هلا بقول لك لن يعود احد من السوريين الى سوريا اذا بدنا نعطيه مجال العوده الطوعيه. نعم ولانه رقم 10 اليوم يلي كمان كان اعتبر بمحل معين كمان يعني مصادره او تهجير للسوريين تم تمديده لسنه ولكن كمان يوم القانون رقم 10 السوري الى اي مدى بيخلق نأزي كمان؟ لكن في مشكله كثير كبير وهيدي من اولويات الدوله بلبنان. لهيك اذا بتتذكري وقت بدانا بنقاشنا قد ايه قعدنا 3/4 ساعه عم نحكي بقصه مرسوم تجنيس ونشر وما نشر. صحيح. المهم هيدا مهم شو موقف اللبنانيين واللبنانيين مش متفقين لسوء الحظ بالكامل عن سياسه العوده. بعده مجلس وزراء ما اخذ قرار جامع يحدد فيه سياسه الدوله لموضوع عوده سوريين. عم في موقف لوزير الخارجيه هذا شيء معيب. في موقف لالي ما بعرف هذا شيء معيب. لا مش معيب غير مقبول هذا الازمه. بس عم خلينا نقول انه هيدا صلب المواضيع قلت لك هي اولويات الدوله. مش بلشنا هيك حلقتنا ثلاث ارباع الساعه عم نحكي عن مواضيع مهم بس مش هو الاهم. هيدا الاهم. قصة اللي عم بيصير بسوريا كمان كتير خطير. إذا بكرة كانوا كملوا
وأقفلوا باب العودة للاجئين السوريين أو النازحين السوريين لسوريا. شو موقف لبنان؟ وعدم قدرتهم على تسجيل ممتلكاتهم. شو موقف لبنان؟ يعني في أزمة، عندنا أزمة مع الدولة السورية، مع النظام السوري ومع المجتمع لكن المدني. لكن حضرتك استاذ غسان، لبنان وجهة نظر وبضروري التنسيق. لبنان ما بيقدر يواجه كل هو، ما بيقدر يواجه كل هو سوى بموقف موحد. ما بتقدر يوفروا إلا استراتيجية وطنية وخطة عمل لعودة السوريين، أي إن كانت التسميات بتسميها. لازم نكون إذا كنا موحدين وعارفين شو عم نعمل، نقدر نشتغل على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي بلبنان لنؤمن هذه الاستراتيجية الوطنية. نعم، نحن خلص وقتنا، بدي أعطي بروفيسور الخير يعني كلمة أخيرة حول هذا الموضوع. أنا بس بدي أعقب بكلمتين. أنا موضوع أنه النظام السوري يقبل أو لا يقبل لبنان يتحمل ضغوط محلية وغير غير متفق إذا بدك الجهات اللبنانية المكونات المهم مش متفقة على رأي موحد حول الموضوع. أنا ما أقول للبنان واجه العالم، لا أمم المتحدة ولا للقرى الأرضية، تفضل اعمال حوار مع المعنيين. مين المعنيين؟ بالدولة السورية. ما عم أقول مباشرة، أنا في حس في بعض الأسباب في قنوات أوكي، بس اعملوا قنوات تكون رسمية محترمة تقدر تاخذ قرارات وتنفذها وحلوا هالموضوع عادي عادي. اما اتكالكم وانصياعكم، بدي اقولها بما فيها انصياعكم الى القرار الاقليمي والاوروبي والدولي حول هالموضوع، ستكون هناك مشكله كبيره جدا في لبنان بسبب هذا الموضوع. خلينا نقول ما في انصياع. لبنان رافض لمقوله دوليه تسعى عمليا الى توطين السوريين في لبنان. هذا رفضوا كل اللبنانيين. اللبنانيين اجوا متباعدين، اجوا من اطراف متباعده. كان في وقت كان ينحكى عن ضبط الدخول السوري للبنان، كان يتهم وزير الخارجية بالعنصرية. نعم. في شيء من السياسة تغير لأنه الخطر صار داهم للكل. نعم. وموضوع ما بيعني طائفة وما بيعني مجموعة طوائف، بيعني كل اللبنانيين. هيدي من أولويات الدولة والحكومة المقبلة يفترض أن تنكب على معالجته بسياسة خارجية دينامية يتفضلوا ياخذوا وبسياسة داخلية كمان موحدة. نعم، بهالخلاصة بنختتم حلقتنا معكم، شرفتونا، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء.